نحن لابد لنا أن نتكلم. هذه هي أمة الإسلام، أمة الأمر المعروف عن المنكر. نحن لابد لنا أن ننكر كما أنكر الرسول صلى الله عليه وآله عندما وجد امرأة مشركة وفي دار الحرب، في ساحة الحرب أنكر، كما ورد في الصحيحين عند إخوان أهل السنة والجماعة بأنه أنكر عليهم. وفي مشهد آخر أحد المسلمين قتل كافرا نطق بشهادة التوحيد، نطق بها قبل أن يعني يقع السيف على رقبته. فعندما رجع أيضا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد غضبا، هو يلومني أني بأن أنا أغضب. نعم لابد أن أغضب، لأن هنا القضية قضية الدماء، قضية الحرمات. هذه جرائم ترتكب. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا النص المتواتر. عندما أيضا القرآن الكريم يصف بأنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. لاحظوا كيف يصف القرآن الكريم حرمة الدم، حرمة النفس. فيقول لي لماذا تغضب؟ نعم لابد أن أغضب، بل أنا أغضب كما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على امرأة مشركة. نحن نغضب حتى عندما نشاهد الناس في البلدان غير الإسلامية يقتلون. نعم نغضب كما غضب الرسول صلى الله عليه، ونقتدي ونهتدي بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تريدني أن أغضب عندما أشاهد شخصا وهابيا باسم الإسلام يذبح طفلا لا يتجاوز عمره 14 سنة أو 13 سنة، وهذا الطفل يقول له طخني بالفلسطيني، طخني طخ، ما تذبحني، طخني طخ، يعني أطلق الرصاص علي. لا تريدين أن أغضب؟ لا أغضب على 300 مسلم ومسيحي سني وشيعي حرقتهم الوهابية في الكرادة. لا أغضب على من قتل أيضا حتى في فرنسا، هؤلاء الذين أيضا قتلتهم داعش. لا تريدين أن أغضب؟